السلام عليكم متابعين ومتابعات قناتنا نانا شوبينغ اكادير. مرحبا بكم من جديد فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم شحال من حاجه زوينه من اللي فيهم تنظيم مشتريات، وكذلك باغا نشارك معكم واحد القناه اللي غزاله بزاف وكتعجبني، وانا من المتتبعين ديك القناه وقلت علاش لا ما بارطاجيهاش معكم، خصوصا ان عندها افكار غزاله لا في العراضات اللي كدير ولا في التنظيم ولا كذلك في الجولات اللي كدير لكم دارها. تبارك الله غزاله، وكل كل حاجه كتحطها في بلاصتها. القناة سميتها إيليت شانيل، هي هذه. كنتمنى أنكم تدخلوا لها القناة ديالها ودعموها وديروا لها لايك، وكذلك تفعلوا لها الجرس وتفرجوا في الفيديوهات ديالها. للصراحة فيديوهاتها رائعة جدا كما كتشوفوا معايا. هاد الفيديو ديال سلو لأول مرة غادي نشوف هاد الطريقة ديال سلو اللي حمقتني بزاف، وكذا كما قلت لكم انا متتبعه ديال هذه القناه وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم حتى نتوما تستافدوا منها. وكذلك هنا جيت نبارطاجي معكم الفيديو اللي كنعجبني بزاف اللي فيه جوله في الصالون ديالها، اللي صراحه عاتي لعبات على الوان هادئه وكل شيء غزال عندها. وما نخليكم الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف عندي، ونمشيو دابا باش نبداو لا فيديو ديالنا. اول حاجه درتها بما اننا مقبلين على رمضان، واكيد كنعرفوا حنا البليه اللي فينا عزيزين هنا الطبيلات يكونوا متولين في رمضان وكل نهار بدلوا بطبيله. مشيت عند ايكيا اللي كاينه في اكادير وبالضبط في حي الهدى، الشارع الرئيسي ديال حي الهدى، كتخلوا العمران على اليسار وعلى اليمين كدور وحده، كدور على اليمين الجهه فين كاينه ميني با، وكتمشيو مع الشانتي نيشان وغادي تلقاو كتدخلوا واحد الزنقه وتلقاو. ديجا حطيت لكم واحد لا فيديو نعدت لكم فيها الطريق اكزاكتوم، يعني شويه بشويه كنوري لكم الطريق في داك لا فيديو اللي فيه على ما اظن مشترياتي في ايكيا. وهنا جيت كنبارطاجي معكم هاد الطبيصلات اللي غزالين بزاف. هادو البنات غارقين وكاينين جبيبنات، انا قررت انني ناخذ هادو لان ديجا عندي تباصل في الكحل وبغيت ناخذ هاد البيض باش ندير واحد الميلونج ما بين تباصل البيضين والكحلين. نورمالمون عاجبني هذوك لونسومبل اللي كيكون هكا فيه تباصل 6 من الحاجه، ولكن الغلا يا البنات الغلا الغلا، وهاد الوقيته ماشي ديال الغلا. لا هما الطبيصلات وهاد الجبابين ب 10 دراهم وكنطلع سيرفيس زوين، ولا لي باك اللي كيديروا 800 900 1000 2000، يعني شي حاجه اللي واو راه كدير 2000 درهم. وكذلك بغيت نقول لكم مرحبا بكم عندي في الانستغرام ديالي اللي هو نانا شوبينغ اكادير. دائما كنحاول نحط لكم الجديد في الانستغرام، دي ستوري اللي غتقدروا تستافدوا منهم. وما تنسونيش من اللايك ديالكم البنات، وتشجعوني حتى انا لان محتاجه الدعم ديالكم وكذلك التشجيع ديالكم. كما قلت لكم بالنسبه لهاد الطباصل البنات، الطباصل ب 10 دراهم وجبابن ب 10 دراهم، وكذلك الطباصل الكبار ديال هادو ب 15 درهم، عنده تقريبا كل شيء. البنات راه كيجيو غزالين في الحطه ديالهم. المهم هادو اول حاجه كنت مشيت ليها وكنت باغاهم وعاجبيني. ثاني حاجه ملي كنت كنقلب عنده لقيت عنده هاد الكيسان البنات اللي غزالين بزاف، الثمن ديالهم كان الباكي كدير ب 60 درهم فيها 6 د الكيسان. غادي نوري لكم الكيسان من الداخل كي دايرين، عطيه البنات غزالين. الزاز ديالهم واعر، ما فيش داك الخط اللي كيقسم الكاس، لان بزاف د الكيسان كنلقاو فيهم الخطوطه. بالمناسبه وصلتوا حتى لهاد النقطه، ما تنسونيش ملي لايك ديالكم اشتراك، وكذلك الا كانوا ما كيوصلكمش لي فيديو ديالي ما تنسونيش انكم تحيدوا الاشتراك ديالكم، ولكن ردوه في البلاصه تحيدوه تخليوني بلا اشتراك. المهم حاولوا تدعموني لان فريمون فيديوهات كنتعب فيهم، ولكن هاد ليا ما تهبط المشاهده ما عرفت مناش. الدعم ديالكم هو اللي كيعاوننا بيان سور، التعليق ديالكم المحفزه. نصحكم البنات بهاد الكيسان زوينين بالنسبه للشرب ديال العصير ولا الماء. عتير المهم مش بحال دوك الكيسان اللي كنقولوا حنا كيقطعوا الشريب فيه، يعني كتشربي شويه وكتخصكي عاوتاني تكبي باش تشربي. لا هذا غاد كاس ديالك سواء كان عصير ليمون افوكا غتشربي مزيان. ثاني حاجه عجبتني هي هاد لوش هادي اللي الثمن ديالها كان 25 درهم، وكاينه هادي عاوتاني اللي فيها 3 ديال العود. انا من الناس اللي كيعجبني العود نحرك به، ما كنبغيش نحرك بالمعالق عادي ولا بهذوك ديال السيليكون ما كيعجبونيش.
كيعجبني نخلط بهادو ديال العود، ما عرفتش حتى نتوما بحالي ولا لا. بالنسبه لهادو اللي فيهم ثلاثه انا نوريهم لكم، فيهم فرشيطه، فيهم ديك الباله، وفيهم معلقه. هادو البنات خديتهم 30 درهم، وهذه الغليظه شويه انتما كنوريكم هنا الفرق بيناتهم، هذيك خديتها ب 25 درهم. صراحه غليظه وزوينه، وقلت انا غادي ندهنهم ان شاء الله بالزيت باش هكا يعطوني واحد لا كولور لي زوين، وميم طون الزيت ملي كيشربها العود كيعطي واحد الجماليه لدوك ليلوش ديال العود. مهم انا هادو خديتهم على حسب واحد واحد البارتي غنديرهم فيها ان شاء الله. هادشي ما نحرقش لكم المراحل، بما تجيني السلعه ديال اكسيون وغادي نبارطاجيها معكم حتى هي. صافي هادو الثمن ديالهم كما قلت لكم، هادي 25 درهم وهادوك الاخرين 30 درهم. بالنسبه لهادي الثمن ديالها 10 درهم، هادي ديال السيليكون البنات زوينه. وكتعرفوا هادو ديال السيليكون هادو ديال السيليكون كتعرفوا اننا خصنا ضروري اننا نبدلوهم، ما يمكنش تبقاي تستعمليهم مده طويله بزاف. المهم انا مره هكا كنبدلهم، خديت هاد المره هادو ديال ايكيا عجبوني، جاوني هكا كحل سامبل كيبانوا بحال شي حاجه بروفيسيونيل. المهم غير التغيير وصافي، والثمن ديالها ما كانش غالي، داكشي اللي زعمت وخديتها. بيان سور هادشي كلشي راه خديته مع رسمالي مع الهضره اليوم مرجله ليا. صبروا على هاد لا فيديو يا البنات. هادشي كلشي راني خديته عند السيد اللي في ايكيا اللي في حي الهدى، وخديت عنده كذلك هاد الفراقه هادي اللي كتجي بحال هكا، كيجي واحد البلاطو صغير وكيجيو معاهم هاد ثلاثه الدويورات هكا ديال العود. هادي الثمن ديالها البنات 120 درهم باش خديتها من عنده. انا صراحه ما غنديش ندير فيها هاد لي تخيك هادشي اللي فيها، انا بغيتها لحاجه اخرى ان شاء الله. غادي نبارطاجيها معكم باقي في لي فيديو، ولا الفيديو الماجي غنحاول البنات نحط لكم فيديوهات، لان فريمون عندي بزاف د الفيديوهات وما حطيتهمش لضيق الوقت وما لقيتش كيفاش ندير باش نلوحهم، وبعد الخطات ما كتساعدنيش الظروف انني نلوح لكم فيديو، ولكن غنحاول ما امكن انني نلوح هاد ليامات الفيديوهات. واخا يكون رمضان ما عندكم ديروا صبروا ليا. انا كنوري لكم بانكم تقدروا تحطوهم بهذاك البوزيسيون الاول، كما تقدروا تحطوهم هكا تقلبوهم وتحطوهم هكا، يعني الحاجه واخا كتشوفوها بواحد الحله ممكن انكم تبدلوا فيها كي بغيتوا. هنا قلت علاش لا ما نوريش لكم لاش بغيتها، انا بغيت ندير لهم بحال هكا البنات. المهم انا من بعد غادي نبدل هادشي، راه كنعرف راسي كنبدل 20000 مره قبل ما نتخذ شي قرار. المهم انا خديتهم على حساب هكا، خديتهم على حساب هاد المنظمات هادو ديال قاعده الزيت، باغا نعطي لهم واحد الجماليه ما بغيتش نخليهم هكا سامبل، مع ان ديك الكحله ما مقتنعش بها، كنت باغا بيضة. كنتسنى نمشي عند واحد المحل اللي شكراتو ليا خميسه، قالت لي غير سيري عنده. وبالمناسبه دخلوا القناه ديالي اللي هي ادخلوا للانستغرام ديالي اللي هو نانا شوبينغ اكادير، باش هكا نبارطاجي معكم ستوريات وتقدروا تستافدوا من الهميزات اللي كنبارطاجي تما. كذلك خديت هاد البو هاد الكاش بو، الثمن ديالهم 70 درهم بجوجهم ب 70 درهم. زويونين البنات، ندمت علاش ما خديتش فيهم جوج صراحه. هادشي الشكل ديالهم واعر، انا غنتصل بيه وغادي نقول ليه ريزيرفي ليا وحده بما نرجع عنده. عطاوني واحد المنظر في الكوزينه زوين، سواء غتحطوها هكا في الكحاس وديروا لها هاد الكاش هكا، عطي واحد المونيتور زوين. بالنسبه ليهم بجوج الثمن ديال كل وحده والله ما عرفت، انا خديتها هكا وقلت ليه بشحال الثمن ديالو، قال لي 70 درهم. بالنسبه لهاد لابلونش هادي حتى هي خديتها، كيحمقني العود ديال ايكيا ما عرفتش علاش، ولكن كيعجبني هاد المره غنوصي يجيب لي الزيت ديالهم ديال العود باش هكا نقدر نحافظ على كاع البامبو اللي عندي، ومره هكا ندهنوا لان الزيت ديالهم خطيره يا البنات. تنتوما الناس ديال كازا ولا المحمديه الا مشيتو لتما خذوا الزيت ديالها راه زوينه بزاف. بالنسبه لهاد لابلونش الثمن ديالها 200 درهم، ولكن راه فريمون البنات كبيره، انا ما خديتهاش على حساب هنا راه كنوري لكم زعما راه انها كبيره بزاف. هنا راه انا ما خديتهاش على حساب نقرض فيها الربيع ولا هذا، لا خديتها غير على حساب الحطه. باقي غنبارطاجي معكم ان شاء الله شحال من حاجه زوينه، غير خليكم مع الفيديوهات ديالو غادي يعجبكم. هنا خديت هاد المنظمات هادو اللي الثمن ديالهم بالنسبه للصغيره البنات 30 درهم، والكبيره المنظمه الكبيره هذه ب 40 درهم. راه انا عرفتي هاد الاثمنه راه دايرهم فرقه وستيلو باش هكا ما نقدرش نغلط لكم ونسى لكم شي ثمن وتقولوا لي الاثمنه ما كتعقليش عليهم. ها نتوما شفتوا الشكل ديالهم، وغنبارطاجي معكم حتى هما كيفاش جاوا في الحطه. صراحه جاوا زوينين بزاف وعجبني المنظر حسن من المنظم اللي كان عندي قبل ديال المعالق، وهذا صراحه ماشي عملي بالمره.
كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره حتى هي. وديجا راه قلت لي تجيب لي واحد المنظم اخر اللي غنقدر نزيدو لان خلى لي واحد السباس كبير وكاين باقي فاش ندير شحال من حاجه. كذلك خديت عنده هذه الطاجيره هذه صراحه والله ما عقلتش على الثمن ديالها ولكن راه ما كانش غاليه بزاف وشي 150 درهم ولا مهم ما بين 100 درهم حتى 150 درهم ما عقلتش على الثمن ديالها. هنا كنقول لكم بانني راه بغيتها لهاد البلاصه علاش بغيتها بغيت نحطها بحال هكا لان انا الشكل اللي هو نورمال كتحط هكا راني ما جانيش انا كاع بمره ما جانيش لدوك القريعات علاش بغيتهم وبالتالي تما جاتني الفكره علاش ما نقلبهاش ونحط فيهم دوك القراعي. المهم راه كما كنقول لكم ماشي ضروري انكم تشوفوا الحاجه وتطبقوا داكشي اللي في ديك الحاجه ممكن تستعملوا الاشياء اخرى. وهكا استفدت من المنظم اللي بغيت الثمن ديالو كان قليل وعجبني بزاف النتيجه ديالو. بالنسبه لهذا الكادر هذا نورمالمون هو كيبيع لي كادر عاديين ولا بغيتو يدير لكم شي فوتو ولا شي حاجه راه كتقولوا لي الديزاين اللي بغيتو ولي البنات الديزاين اللي بغيتو هو كيصايب لكم اشنو بغيتو. بغيتو التيم ديال رمضان ديال العيد شي حاجه سامبل اي حاجه بغيتو راه كيديرها لكم. بالنسبه للثمن ديال هاد الطابلو بهاد الموتيف هذا 120 درهم. كنتمنى انني ما نكونش غلطت في الثمن ديال الكادر. لا 120 درهم ها هي بانت ليا دابا هنا. بالنسبه لهاد اللعبه اللي صراحه زوينه بزاف وكنتمنى انكم تشريوها لوليداتكم هذه ديال الدومينو اللي فيها 200 بياسه من 3 سنين الفوق صراحه زوينه. عرفتي كتلاهي الدراري بواحد الشكل كبير وبواحد الشكل اللي ما كتصوروش لان عرفتي 200 بياسه باش تست فيها فواحد على الاقل غتحتاجك واحد ساعه ساعتين تلما كانوا انت كتستفي فيها وهما ما كيملوش منها دغيا. عجبتني بزاف عجبتني بانها كيمشيو مع وحده بوحده كتعلمهم الصبر كتعلمهم شحال من حاجه بالنسبه لوليدات الصغار الالوان. بعدهم دوك لي طابليت وهذا بحال هاد الالعاب هادو راه صحيين لا من ناحيه الماتيغ ديالهم لان كيكون عود وكذلك عينينهم حتى هما ما كيبقاوش تابعين لي طابليت والتلفازه. كنصحكم انكم تاخذوا بحال هاد لي جوي للدراري راه ديجا عنده شكيلات اخرين وانواع اخرين. الثمن ديال هاد اللعبه البنات 120 درهم ما عرفتش قلتها لكم ولا لا. المهم البري ديالها 120 درهم وعندو شكيلات اخرين ديال الذكاء ديال الدراري الا بغيتو تعاونوا وليداتكم راه عندو انواع كثيره بحال هاد الالعاب هادو. صافي هادشي اللي كاين على ما اظن هادشي اللي خديت. صافي هادو هما كانوا المشتريات كنتمنى يكونوا عجبوكم وقلت نشارك معكم مقتطفات من المشتريات اللي درت الاخيره من عند ايكيا اكادير. انا راه وليت كنسمي غير ايكيا اكادير لان فريمون كنستافد من عند هاد السيد بزاف ديال الاشياء اللي كيجيبو حنا ما كنكونوش عارفينها كاينه في ايكيا. ومن بعد البنات دزت نكمل ديك الروينه اللي خليت معكم البارح. كما شفتوني انا دوك المعينات اللي حيدت من الصالون اللي كانوا في الكوانات هاني جبتهم لهنا وبديت كنشوف فيهم كنقول فين غنديركم فين ما عرفتش فين غنديرهم. كنشوف البلاكارات كنلقاهم مدكسين انا غنحلهم لكم وكنشوف البوطاجي مدكس الطبله عامره لتحت عامر ما عرفتش كيفاش غادي نبدا. انتما الروينه 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 اللي على بالكم تصوروا واحد المره يعني كتروني واحد المره كتستمر معك الروينه ما عرفتش انتما بحالي ولا لا. بالنسبه لهنا البنات اول حاجه غادي نديرها اول حاجه البنات غادي نديكاجي الحاجه اللي ما غاديش نستعمل في هاد البلاكارات وغادي نحيد الكيسان اللي مفرومين اللي فيه جوج اللي فيه ثلاثه اللي ما عندوش خوت وما كامش للصومبل غادي نحيدهم كذلك وغادي نحط غير داكشي اللي غنستعمل في رمضان. بهكا كيبان ليا البلاكار نقي كيبان ليك مقاد اما داك عرم 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 اللي كنديرو صراحه غير روينه وكتزاد الروينه فوق روينه. بغيت نحاول ما امكن انني نقاد هاد الفوضى هادي ودغنيغمون ما بقيتش كننظم مزيان لان كما كتعرفوا الخدمه والدار والوليدات راه شي حاجه اللي مستحيله راه غير كنسلك وصافي. المهم هنا البنات كنوري لكم خويت البلاكارات خويت البلاصه ديال الكيسان يعني كنخوي طاجره بطاجره بحيث الا جيت نخوي كلشي غادي ندير هنا واحد الفوضه اللي ما نكذبش عليكم ما نقدرش نفكها من بعد وتا انا غيجيني الملل. بهكا كنقاد بلاكار بلاكار كنحس براسي راني دايره واحد الانجاز عظيم
اول حاجه بلاكار غادي يمسحو. بالنسبه للبلاكارات انا ديجا مغلفاهم بهاد بهادو اللي صراحه كينقيو بلاكارات دابا تقريبا طالعه في عامين وبلاكارات ديالي باقي نقيين وزوينين ما بهم حتى شي حاجه. انا غنمسح غير هاد البرودوي ديال اجاكس ديال الزاج وغادي نمسح لان كما قلت لكم راه نقيين ما فيهم حتى شي وسخ ما فيهم حتى شي حاجه. ومن بعد غادي نرد ليه ديك الطابية ومن بعد غادي نبدا نحط الكيسان اللي غادي نستعمل. بالنسبه للكيسان غادي نحط الكيسان الجداد اللي شريت والكيسان اللي غنديرو كاستعمال يومي والكيسان اللي غادي نحط للضياف وكذلك غادي نحط غير شي كيسان ديال القهوه وصافي. لان عرفتي راه عندي اش نقول لكم عندي الكيسان اللي نقدر نبيع للناس لان ملي جيت كنشوف الكوانات لقيت فيهم باكيات ديال الكيسان انا ما استعملتهمش ما عمرني استعملتهم ومشيت شريت كيسان اخرين. داكشي علاش حاولت ما امكن ان الكيسان اللي مفرومين حيدتهم لان كيبان لك ديما البلاكار عامر وانت ملي كتبغي تحطي كيجي عندك شي حيط راه ما يمكنش تحطي ثلاثه الكيسان من هذا الشكل وربعة الكيسان من هذا الشكل. هنا بديت كنظم هذا الكيسان هادو اللي كنت خديت من عند ساكا كويزين الثمن ديالهم البنات اخي 69 درهم باش خديتهم. الثمن ديالهم جد جد مناسب والله خذوهم راه زوينين هادو كنصحكم بهم البنات زوينين بزاف. المهم هنا راني خشيت وجهي في الكاميرا مديتها فيها كاع. المهم هنا صافي غنبدا نحط هادو اللي فيهم الطوغي وكذلك هادو العادي اللي غادي نديرهم كاستعمال يومي لينا وكذلك غنحط ديال القهوه اللي غنديرهم للقهوه وغنحط لهادوك دوبل باغوا ديال الكافي ديال الاكسبريسو بحال هكا نيسبريسو لا هذا. المهم هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجره الاولى جاتني بحال هكا. تتقول لي الراي ديالكم واش جاتكم منظمه نتوما ولا لا. هادو هما الكيسان اللي خديت من ساكا صراحه زوينين وحلوين في هذا ديالهم. قربته هنا على حسب لا ماشين باش يجي قريب البلاصه الماكينه ديال القهوه صافي. وغادي يمشي للطاجره الثانيه ومشي الثالثه وهكا غادي يمشي طاجره بطاجره باش كما قلت لكم باش ما نكثرش عليا وغنصدق واحله. بالنسبه للكيسان هادو ديال العصير صراحه لقيت شي كيسان فيهم غير ثلاثة البياسات شي كيسان فيهم أربعة بحال هادو أنا ما غاديش نستفد منهم وما غاديش نحطهم ولقيت راسي من نهار حطيتهم في البلاكار ما عمرني استعملتهم. هادو غادي نحيدهم كاملين وغادي نعوضهم بشي حاجة أخرى والحاجة اللي ما غنستعملهاش في رمضان راه حتى هي غادي نحيدها. خليكم معايا باش نكملوا هاد لا فيديو في هاد الروينة اللي جبت. صافي البنات هنا راه بديت كنحط في هذا الكيسان اللي كنت خديت في كارفور. صراحه الثمن ديالهم كان جد مناسب ما عقلتش فاش خديتهم شي 25 درهم 6 ب 25 درهم ديال العصير حتى هما كان الثمن ديالهم زوين بزاف. هادو خديت فيهم جوج باكيات 12 انا ديما كنحاول ناخذ في الكيسان 12 باش هكا الا جاوا الضياف ولا شي حاجه كنلقى واحد الكونتيتي اللي غادي نحط للناس. هادو سولتوني بزاف عليهم في اخر فيديو فاش حطيتهم لكم. هادو البنات غير جاوني كادو من عند حبيبتي نزهه اللي كنقولها شكرا بزاف وكيسان واعرين البنات. الزاج ديالهم خطير جدا والثمن ديالهم راه غاليين راه مرخصش البنات. المهم جابتهم لي انا غير هديه الوغ ما هادشي اللي كاين هادي كنت قالت خداتهم في مرجان انا كنت شفت لا فيديو فاش كانت خداتهم. حتى الثمن ديالهم راه كيديروا شي 185 ولا 165 ما عقلتش ولكن الثمن ديالهم غالي ولكن يستاهلوا. عرفتي الشده ديالهم والحطه ديالهم واعره بزاف لان بزاف ديال البنات صيفطوا لي في الانستغرام قالوا لي فين خديتي دوك الكيسان. هادو ما خديتهمش هادو غير جاوني كادو وصافي غادي نكمل الحطه ديال الكيسان الاخرى. صافي حتى انا البنات غادي ندوز هاد الطاجيرات. المهم راه كملت انا دوك الطاجيرات كاملين وغادي ندوز هاد الطاجيرات حتى هما اللي
شي في الشرق شي في الغرب شي محطوط الفوق شي محطوط التحت الروبينه صافي. وبغيت نقرب هنا المعينات اللي كنستعمل على هادشي كلشي حتى هو غادي نحيدو وغادي نبقى نخدم شويه بشويه. بحال هادو دابا مثلا عاتي راه شي عام ما استعملتهمش عندك بحال هاد الجباب انت هما ما بقيش كنستعملهم كاع بالمره ومع ذلك حطاهم هنا. عندك شحال من حاجه المهم انتوما معايا كتشوفوا الروبينه وان شاء الله نشارك معكم باقي النتيجه النهائيه ديال التنظيم. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي خرجت بها. المهم عجبت هذه السوبيره هذه حطيتها هنا لان غنستعملها بزاف في رمضان. وبالنسبه للمعينات الاخرين حطيتهم على حسب الاستعمالات هذوك ديال البيض تيزا بلي بلي المرمره هكا كنبغيو لي تيزا صافي. هنا حتى هو نظمته على هذه الطريقه حاولت حطيت هنا غير لي زونسومبل اللي عندي. هنا كيبان ليا اشنو خاصني يعني شنو خاصني في الطباس البيضين شنو خاصني في الطباس الاخرين باش غير تعرفوا راه ملي كتنظموا كيبان لكم كلشي. وهنا باقي هاد المعينات كاملين مازال ما رجعت هاد الروينه نتوما باش تعرفوا راه يا سبحان الله راه واخا كنجبد شويه بشويه لكن كيبان داكشي بزاف. المهم هنا الماكينه خدامه الطاجين درناه في نفس الوقت كنجمع الكوزينه. هاد المنظمات ديال ايكيا البنات نفعوني بزاف والله عاتي عمليين بزاف ونفعوني في الخدمه ديالهم وعطاوني واحد لي سباس ان شاء الله غادي نزيد منهم. هنا هاد الفيزات هادو راني صافي كندور التعييس وانا نخليهم هكا كديس. النتيجه النهائيه هي هادي كنتمنى تقولوا لي كي جاتكم. شوفوا في الاول كي كان شوفوا هنا دابا مني منظم سبحان الله النظام راه ما كاين ما احسن منه. هنا درت هاد لونسومبل حتى هو درتو هنا باش يكون قريب ليا صافي. وهادو كنستعملهم هادي المهم هادو خاصين بالدراري اللي كيكونوا في الاول فاش كيشربوا الحليب والشوكولات ديالهم. الاخرين كنديرهم يا حسوه يا حريره يا كونفليكس هكا باش كيجيوني قراب. هاد الطاجره هادي كتجيني قراب. وبالنسبه للفوق حطيت فيه الماء اللي ما غاديش نستعمل كاع في رمضان يعني بحال الطباسل وهذا مره مره غنستعملهم لان ديجا عازله الماء ديال رمضان صافي. وهنا راه كندير لكم جوله على البلاكارات كيفاش تنظموا لان هادو هما البلاكارات اللي عندي. باقي عندي المعينات وهادو غادي نحطهم كلشي في هاد المجوره حتى هما اللي حتى هما غادي تنظم وغنقص شحال من حاجه فيهم باش ننظم كلشي في دقه. قلت لكم صعيبه وكتجبد الروينه اللي ما كتسالش. هنايا البنات تحت البلاكارات حتى هو غادي ندير ليه وقيت ليه هو اليوم ولكن ما نشاركش معكم كلشي باش ما يجيكمش لا فيديو ممله. غير كنوري لكم ان باقي عندي الخدمه هاد البلاكار حتى هو هاد المنظم المهم باقي عندي روينه ولكن ان شاء الله وبحول الله هاد الروينه كلها غادي نقادها. وهنا هذوك القرايع اللي كنت شريت من ايكيا عمرتهم وحطيتهم هنا حتى نقادهم حتى هما راه باقي تابعهم الخدمه. المهم غير حطيتهم هنا وهذه ماشي بلاصتهم هذه بلاصه الميكرووند ولكن زعما حتى نصايب الماريو اللي باغا نصايب وغادي نبارطاجيه معكم حتى هو بلي ديطاي ديالو كيفاش صايبتو. كنتمنى تعجبكم لا فيديو وما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتشجيع ديالكم راه كيهمني بزاف وكذلك التعاليق ديالكم المحفزه كنبغيكم بزاف وتسناوني في الفيديو المجي. وكذلك كنتمنى انكم ديروا لايكات للفيديو قبل ما تفرجوا فيه وشكرا.